بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعزائي حبايبي متابعينا الكرام، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد استكمالا لسلسلة الفيديوهات اللي عملناها أو بنشغلين فيها، اللي هي التعريف بشكل ومميزات وعيوب كل كتكوت من أنواع الدواجن والطيور. عملنا لحضراتكم فيديوهات عن الرومي، عن البط المسكوفي والمولر والبط السوداني والفرنساوي والكتاكيت البلدي، وشغالين النهارده في بنعمل لحضراتكم فيديو عن الرومي الاسمر، وان شاء الله يكون فيديو عن الرومي الابيض، وبعد كده عن الفراخ الساسو والفراخ الفيوم وكل انواع الدواجن والطيور، مرورا بالنعام بالحمام بالسمان، كل حاجة ان شاء الله عشان حضرتك تبقى على دراية كاملة بشكل الكتكوت ومواصفاته وايه ايجابياته او ايه مميزاته وايه عيوبه، علشان لما حضرتك تنوي او حضرتك تنوي تعملي دورة تبقى فاهمة او عارفة الفرخ هيقعد معاك قد ايه بالظبط، كم اسبوع او كم شهر، يعني هخرجه بعد قد ايه، لما اجي اشتريه مواصفاته شكله ايه، منظر الكتكوت يبقى شكله ايه عشان ما يضحكش عليا، ما اجيبش كتكوت. يعني النهارده بنتكلم عن الرومي الاسمر زي ما حضراتكم شايفينه. الرومي الاسمر شبه السمان بالظبط، لكن طبعا حجم السمان صغير جدا. الرومي الاسمر شبه الكتكوت الفيومي وهو صغير، يعني عمر يومين ثلاثه بالظبط. فانا ممكن حد يديني كتكوت فيومي وادهوني على انه رومي اسمر، ممكن حد يديني مثلا رومي اسمر يكون رومي بلدي وادهوني على انه برونزي. يعني اقصد كل الامور دي يا جماعه لازم نكون احنا فاهمينها. فانا بدي لحضرتك النهارده جرعه تعريفيه ازاي اقدر افرق ما بين كل كتكوت والتاني وكل سلاله والتاني وهو صغير. لما الفرخ بيكبر قلنا حضراتكم طبعا على درايه كامله، لم الروم البلدي طبعا محدش يتوه عنه، الروم الابيض محدش يتوه عنه، الفراخ الساسو الحمراء طبعا الكل عارفها، الفراخ البيضة، الفراخ البلدي، البط البلدي، كل حاجه طبعا لما بتكبر بتبقى سهل ان انا افرقها. لكن النصب والضحك قلنا بيكون في العمر اللي هو الصغير، عمر يوم او عمر يومين ثلاثه، ده اللي بيضحك علينا في الاسواق او في بعض الموزعين اللي بيلفهم ويبيع لنا الفرخ او الكتكوت على انه نوع معين وهو مختلف تماما. النهارده انا هتكلم على الرومي الاسمر، ومعلومه بس حضراتكم طبعا شايفين الرومي الاسمر محطوط معاه كتاكيت بيضه، ودي هتقول حاجه غريبه ايه اللي حاطط الكتاكيت البيضه مع الرومي الاسمر. كان زمان، دي معلومه طبعا خدها بقى يعني معلومه ذهبيه، كان زمان لما يعني جد حضرتك ولا جده حضرتك لما كانت تيجي تربي رومي كانوا لازم ياكلوه بايديهم، ويقولوا الكتكوت الصغير ان ما اكلتوش البيض او الجبنه القريش او الذره باللبن الرايب من ايديكي او البطاطس المسلوقه مش هياكل وهيموت. ده حقيقه. النهارده طبعا لو حضرتك جبت، يعني دي معلومه تانية، لو حضرتك جبت 20 او 50 رميايه وربيتهم او 10 مثلا وربيتهم لوحدهم وسبتهم هيموتوا كلهم. ليه؟ لان الكتكوت الرومي الاسمر كتكوت كسول جدا، فحضرتك هتحطه هيكسل يروح ناحيه الاكل، هيكسل يروح ناحيه الميه لحد ما هيموت من الجوع. فكان زمان اجدادنا بياكلوه او امهاتنا بتاكلوه بايديهم عشان يشجعوهم على الاكل وينقروا لهم كده على مكان الاكل. طب انا طبعا ما اناش فاضي للموضوع ده او مش هسيب شغل عشان اقعد ااكل ايه الخمس ست او العشر كتاكيت رومي. فبنعمل ايه؟ لازم حضرتك تجيب معاهم كتكوت من نوع تاني. يعني انا حاطط معاهم النهارده كتكوت ابيض، ممكن احط كتكوت بلدي او فيومي او ساسو او اي نوع من انواع الكتاكيت احطها مع الرومي الاسمر. وتابع حضرتك كده وراقب الموضوع، هتلاقي الرومي اول ما هيتحطه في الكرتونه او في الاوضه اللي هتشتغل فيها هتلاقيه مغمض عينيه كده وواقف في جنب وكسلان خالص، ومش هيروح ناحيه الاكل ولا الميه، هيفضل النوم كده وهو مغمض عينيه. لكن لما هيجي الفرخ الصغير الكتكوت الصغير
سواء كان ابيض او فيومي او ايا كان زي ما قلنا، وهو بيجري رايح ناحيه الاكل وهو بيجري رايح ناحيه الميه هيخبط غصب عنه، هيفضل طبعا يلعب ويتنطط، فهو بيجري يمين وشمال هيقعد يخبط في الكتكوت الايه الرومي يمين وشمال، فالرومي هيبدا يفوق هيبص له، بعد شويه هيبدا ايه يندهش من الموضوع، هيبدا يقلده، هيبدا يجري هو كمان، هيبدا يروح على الاكل ويلاقي الكتكوت البلدي او الابيض بينقر في العلافه، هيبدا يعملها من باب التقليد مش من باب الاكل لانه مش فاهم ده ايه، لكن هيبدا ينقر في الاكل، هيبدا يكتشف ان ده اكل وده ميه، يبدا ايه يتعايش ويعيش ويبقى مية مية. وانا في الحالة دي مش محتاج يعني الناس الكبار كلها اللي فاهمة لما بيجي يطلب رومي يقول لي انا طبعا لازم اكله اول اسبوع بايدي، اقول له لا ما تاكلوش، يقول ازاي ده يموت، اقول له لا ان شاء الله هقول لك على وصفة ومش والفرخ هيبقى معاك مية مية ومش هيموت، هات معاه زي ما قلنا هتجيب 50 رومياية، هات لهم مثلا 30-40 أو 50 كتكوت ايا كان نوعه، لو هتجيب 10-20 كتكوت هات لهم برضو 10-20 كتكوت بلدي معهم او ابيض او ايه او اي نوع. يبقى دي معلومتين في السريع. طيب نتكلم عن الروم البلدي. الروم البلدي احنا قلنا اقوى مناعة على الاطلاق هي البط البلدي، وراها الفراخ البلدي، وراها الرومي البلدي. الروم البلدي مناعته عالية جدا، بتحمل الامراض، طبعا بيتميز بحاجات كتير بالطعم والمذاق وسعره المعتدل. هو طبعا بيسموه ملك الطيور لان ما كانش اي حد بيعرف ياكله زمان الا الناس المبسوطه ماديا. الديك الرومي طبعا من المميزات او الميزات بتاعته ان سعره وهو كتكوت صغير يعني مقارنه بالرومي الابيض، هو طبعا كان اعلى من الفراخ كلها واعلى من البط كمان، يعني كان مثلا كتكوت الرومي الابيض ب 12 جنيه، الكتكوت الرومي الاسمر اقصد كتكوت الرومي الاسمر ب 12 جنيه، وكان البط المسكوفي كان ب 7 جنيه، والكتكوت الابيض كان بجنيه ونص. النهارده برضو كتكوت الرومي الاسمر النهارده بنتكلم في 35-37 جنيه عمر يوم، برضو اعلى من الكتكوت الابيض ومن الكتكوت البلدي بكتير. لكن لما نيجي نقارنه بقى بالكتكوت الرومي الابيض اللي هو الرومي المهجن بنعام الرومي الفرنساوي، هنلاقي ان كتكوت الرومي الابيض النهارده بنتكلم في مثلا الناس بتبيع النهارده الكتكوت ب 105 و110 كتكوت عمر يوم، فلما يكون عندي كتكوت ب 35 جنيه اللي هو الرومي الاسمر مقارنه ب 110 اللي هو الرومي الابيض، طبعا في فرق كبير جدا، فيه فرق السعر. الرومي الاسمر يعني ايه بيحصل فيه تجانس وبيحصل فيه تفريخ وتخصيب مع ما بين الذكر والانثى، الرومي الابيض طبعا ما فيش موضوع التكاثر ده، فالرومي الاسمر هو بيتعايش وممكن يعيش طبعا ويفرخ عندنا في البيت، ودي طبعا بتبقى ميزه. الرومي الاسمر انا بياكل ممكن قرات مصري، بياكل بعض الناس تقطع له خس او شويه برسيم وهو صغير، او مثلا بواقي الاكل بتاع البيت شغال، فهو يعني يشبه البط البلدي والفراخ البلدي. دي ميزة كمان ان انا ما بشيلش هم اكله قوي لان ممكن بواقي الاكل بحطها له. يبقى قلنا سعره هو كتكوت صغير سعره مناسب او يعني سعره يعتبر مش غالي مقارنة بالرومي الابيض. قلنا الطعم، قلنا ان هو طبعا بيتعايش، ان هو بيتكاثر من خلال التزاوج ويفرخ لنا كتاكيت صغيرة. قلنا اللحم بتاعه طبعا طعمه جميل جدا. كمان في ميزة من الميزات ان هو لما باجي ابيعه سعره بيكون كويس، يعني الكيلو مثلا النهاردة لو قلنا الرومي الابيض ب120 هو بيكون زايد مثلا 10 جنيه ولا حاجة، فيكون 130. القطاعي الكيلو مثلا 140. ميزة كمان من ضمن الميزات اللي فيه ان وزنه ما بيبقاش كبير قوي، يعني مقارنة برضو انا عامل مقارنة بينه وبين الرومي الابيض، الرومي الابيض بوصل مثلا 20، كان في المستورد بوصل معنا 32 و35 كيلو، الرومي الاسمر يعني 6 كيلو 5 كيلو 7 كيلو، فبيكون في متناول اي الايد. يعني عن حضرتك عايز تعمل عزومة فهتجيب ديك رومي 5 كيلو 7 كيلو، والاسم انك انت عامل عزومة على ديك رومي. الرومي الابيض طبعا عشان اعمل عزومة واجيب ديك الوقت في الروم المحلي اللي معانا بيوصل مثلا 20 كيلو 18 كيلو 22 كيلو، وده هيسمى العزومة على ديك رومي، ودي اسمها العزومة على ديك رومي. فيكون الاسهل طبعا ان انا اجيب ديك رومي اسمر
والاسم ان انا عملت عزومة، وفي نفس الوقت هو مثلا ثمنه 700 جنيه 800 جنيه، غير ما اجيب ديك رومي مثلا يخش في حوالي 2000 وشوية. طبعا الرومي الابيض فيه مميزات كتير جدا، لكن احنا الوقت بنتكلم ان الوزن القليل ده ميزة في الرومي الاسمر، مش عيب يعني. زي ما قلنا يا جماعة، طيب عيوب الرومي الاسمر، طبعا زي الرومي الابيض زي الحمام، ممكن اللي هي في اثناء التربية ممكن تصاب بالجدري، يعني الرومي والحمام بس اللي بيجي لهم الجدري، وقليل او لو جه للدواجن او البط، الفراخ او البط يعني. بالنسبة برضه لعيوب الرومي الاسمر، ان هو دايما يعني لو دايما يحب التربية في اماكن عالية، وتلاقي يعني على برميل على سور بلكونة، فسهل انه يطير. الصوت بتاعه ممكن يعمل صوت عالي فيزعج للسكان. عيوب الرومي الاسمر ان هو مش متوفر على كل المستويات، مش في كل مكان الاقيه، يعني مش عندي بتوع الفرارجية على طول. عيوب الرومي الاسمر ممكن برضه هنتكلم ان هو صغر وزنه مقارنة بقى بالرومي الابيض بالنسبة للمربي، مش للزبون او للعميل، لا للمربي. انا طبعا هربي فرخ هيقعد معايا 4 5 6 شهور على ما يجيب لي 6 كيلو ولا 7 كيلو في 6 شهور، بينما الرومي الابيض طبعا كان هيعدي معايا 20 كيلو. يبقى احنا زي ما قلنا قبل كده ان المميزات بالنسبة للتاجر هي عيوب بالنسبة للمشتري، والعكس صحيح. فالوزن الصغير اللي هو يعتبر للمشتري كويس، لان اقدر اجيب فرخ اشتري ديك مثلا ب 600 700 جنيه، ده عيب بالنسبة للتاجر، لانه طبعا بياخد مني وقت وما بيديليش يعني محصلة او وزن كويس في اللحم. انا طبعا يعني بينت لحضرتكم الكتكوت الصغير بتاع الرومي الاسمر، واللونين اللي احنا شفناهم دول رومي اسمر بلدي ورومي اسمر برونزي، لان طبعا هو الرومي الاسمر العادي او البلدي اللي هو لون اللي هو المخطط اللي هو لون السمانة، شكل السمانة او الكتكوت الفيومي. في نهاية الفيديو بتمنى يا رب يكونوا استفدتم حاجة. ما تنسوش حضراتكم تعملوا لنا لايك وشير للفيديو، ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.